السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم اليوم على قناة لاكي، وإن شاء الله تكونوا قاع بخير ولاباس. اليوم إن شاء الله غادي نخدموا حلوى اقتصادية بحبة بيض وشحبة على الفرماج، اللي هما قطعتين من جبن المثلثات. وإن شاء الله نتمنىكم قاع ديروا لي جيم وتعليق أسفل الفيديو إذا عجبتكم الوصفة أكيد. وما تنسوش إذا كنتم أول مرة تشاهدوني الضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو وتفعيل أيقونة الجرس لتصلكم كل الوصفات الجديدة بإذن الله تعالى. بسم الله، هنايا غادي نبداو. حطيت حبة تاع بيض كاملة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وزوج حبة تاع الفرماج اللي هما قطعتين من جبن المثلثات مع رشة من الملح. غادي نخلط كل شيء مع بعض حتى يتجانسو غير شوية قد ما هذاك الفرماج يتخلط لي شوية مع البيض. هنا زدت زوج مغارف كبار تاع سكر، سكر نباتي عادي. اللي ما تبغيش الحلاوة بزاف دير ملعقة ونصف، لأنه غادي يجي من بعد ما يتعسل ولا هاد الكادو. هنا غادي نخفق كل شيء مع بعضه حتى اللي ضعف لي نوعا ما حجم الخليط كما راكم تشوفوا. تدي لكم هذوك الرغوه من الفوق. هنا غادي نزيد معاها زوج مغارف كبار تاع الزيت ونخلط، نواصلوا هكا الخفق كما راكم تشوفوا غير بالفوي. تقدروا ديروا غير بالكارفو، تبدوا تخلطوا غير بالكارفو اللي هو الشوكه. تخلطوا كل شيء مع بعضه حتى تحصلوا هنايا على خليط خفيف بهذا الشكل. الان غادي نزيد، عفوا منكم، نزيد يا اما فانيلا يا اما ديروه مبشور برتقال ولا ليمون اللي توفر لكم. مهم باش يقلع لكم الصفاره تاع البيض. خلط كل شيء مع بعضه، وهنا غادي نضيف الفرينه اللي هي الدقيق الابيض او الطحين. هنايا دائما نقول لكم خدموا بالفرينه اللي تكون خاصه بالحلويات تاء 45، راهي متوفره بالاسواق والثمن تاعها هو معقول، لاخاطرش تخرج لكم حلوى تاعكم خفيفه وما فيهاش مشاكل. عفوا منكم. هنا غادي نبدا نخلط كيما هكا. درت ملاعق من حوالي 6 ملاعق من الطحين اللي هو الفرينه. خلطت غير ملعقه الخشب، وزدت معها دروك 10 غرامات من خميره الحلوى اللي هي الفرفاره او البيكينغ باودر. نزيد هنايا مغرفات من الفرينه. نستعمل يدي نبدا نلم، نجمع هاد العجين. العجينه لازم تولي لي عجينه طريه ورطبه، يعني ماشي قاصحه، ما تقصحوها ما تنشفوها. دوك نوريكم قوام العجين. نضيف هنايا شويه تاع الفرينه حتى تقدني. حوالي هنايا درت 8 ملاعق كبار تاع الفرينه، وانتوما كل وحده والفرينه اللي تستعملها. شوفوا العجينه كيفاش تكون طريه. كون تجيكم قاصحه هنا مشكل، ما غاديش يخرج لكم العجين، ما تخرجكمش النتيجه المرضيه في الاخر. هنا غادي نقسم هذاك العجين تاعي الى 2، نديرها زوج كرات، الكرة واحدة غادي نغطيها ببابي فيلم ولا بورصة تكون نقية ولا المهم تحافظ على الرطوبة تاعها، والزوجة نخدمها معاكم. هنا قلت لكم اللي تقصح لها العجينة دير زوج مغارف تاع الحليب ولا مغرف، سا ديبون على حسب ما خصها، وتخدم عجينتها. مهم تقعد لها عجينة طرية. هنايا بعد اللي حليتها بالوراق اللي هو الحلال، السمك تاعها يكون ماشي سامك ومشي رقيق، تكون متوسطة. قطعتها هنايا على شكل مستطيل كبير، وعاود هذاك المستطيل قسمته على زوج غير بالخدمي او السكين. تقدروا ديروا جراره تاع الكريوش، تقدروا ديروا الطابع اللي بغيتوه والشكل اللي بغيتوه. هنايا درناها اليوم بلا طابع كما راكم تشوفوا. السمك تاعها شوفوا متوسط، ماشي رقيقه حتى اللي بالكم البلون دو طرافاي، وماشي غليظه حتى اللي تكون هكا باينه غليظه. هنايا بعد اللي قسمتها هذوك المستطيلات بالشكل الطولي، هنا غادي نجيبو نقلوها في زيت يكون حامي ولا ساخن. حميته على درجه متوسطه، لو كان يكون ساخن بزاف غادي غير تحطوا الحلوى تاعكم غادي تحمر لكم. هنايا لا، باش تنتفخ وكلشي نقص عليها هكا قبل المغرف شويه تاع الزيت. كيما نقولوا لي سيغار ورانا موالفين نديروا هاد الحلوى المقليه في الزيت. درنا شعام الوصفه والحمد لله نجحوا معاكم ولقاو نجاح وجابوا ملايين المشاهدات بحمد الله تعالى. هنايا نبدو تدينا الشكل، عفوا اللون الذهبي، نقلوا الحلوى تاعنا ونخلوها نحطوها في ورق ماس للزيت. بدا بكم تقطروها هكا في شبيكه ولا يعني حتى تخلص عفوا منكم من كل الزيت الزائد. وهنا تقدروا الاشكال تاني تتفنوا فيها كيما بغيتوا. انا درت شكل تاني حقيقه باش نطول عليكم لا فيديو، وريتكم غير الطريقه. والفكره انكم تقدروا ديروا تاني مثلثات جو شابين وجو شكلهم يشهي. نواصل هاد الحبيبات اللي بقاو لي والشكل الاخر ونولي لكم. هنا بعد لي حقيقه قليت النص، يعني الكميه مازال ما تكمل، تعطيكم كميه وفيره باذن الله. هنا شوفوا الشكل تاع المثلثات والشكل المستطيل هذاك. درت لها رشه تاع سكر غلاس اللي هو السكر الرطب ولا السكر الناعم. تقدروا ديروا لها خطوط تاع شوكولاته الطالي، تقدروا ديروا لها صوص شوكولا اللي بغيتو كيما بغيتو تزينوه. تقدروا تخلوها هكاك اللي ما يبغيش حلاوه بزاف، رائع جدا.
يعني تقدروا تعزلوه وديروا له الجنجلان اللي بغيتو، يجي شباب بزاف يشهي. شوفوا حاجة خفيفة بمكونات جد اقتصادية، خرجنا حلوة سهلة وتفرح الصغار وتفرح الكبار وتحمرنا وجهنا تاني مع الضيف دخل عليكم على غفلة وما عندكم والو. هنايا ان شاء الله كنت فدتكم اليوم بهذا الفيديو، ان شاء الله تدعموني بتعليقكم وبإعجابكم للفيديو، ايضا ببارتاج الوصفة في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة وياخذ هذا الفيديو حظه من المشاهدات. شوفوا معي الشكل الثاني، شوفوا الاولى وريتها لكم خاوية وفارغة من الداخل، الشكل الثاني ايضا رائع. شاولة ما تكتروش هذوك المثلثات، عفوا ما تكبروهمش، ديروا كل شيء يكون متوسط باش يعطيكم الشكل الشباب. استودعكم الرحمن، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.